سيداتي سادتي، تتساءلون في خطاباتكم من أين لي بهذه التجارب؟ هل أنا حكيمة زماني؟ هل أنا فيلسوفة؟ هل أنا دارسة لعلم النفس؟ الإجابة ببساطة شديدة أنه ليس من الضروري أن يعيش الإنسان كل التجارب حتى يستطيع أن يعبر عنها. كل ما في الأمر أنني امرأة لا أعيش على هامش العلاقات الإنسانية، ولكني بيني وبين الناس جسور ممتدة، أحاول أن أقدم لهم يد العون إذا استطعت. أعرف جيدا أن هناك أشياء صغيرة تفوت على الرجل وتفوت على المرأة، ومن الواجب التنبيه أو ضرورة التنبيه عليها. يكون التنبيه عليها بما أسميه أو أصر على تسميته العتاب الحنون، لأن العتاب الحنون هو المدخل الإنساني لحل الأزمات وتبديد الضباب في أي علاقة إنسانية. أنا لست حكيمة زماني كما يتصور البعض، فإن لي مشاكل خاصة أحتاج كثيرا إلى أذن حنونة تصغي إلي وتشاركني في حل هذه المشاكل. لست أيضا فيلسوفة زماني، فهناك من الأشياء لا أستطيع أن أحلها حلا عقلانيا، ولست دارسة لعلم النفس بالدرجة التي أستطيع أن أحلل بها خبايا النفس البشرية. كل ما أستطيع أن أقوله أنني قارئة جيدة ومستوعبة، وأنني أتريث كثيرا حتى أبدي وجهة نظري، وتكون وجهة النظر هذه واقعية إلى أبعد الحدود. وأنا أعتقد أن الحياة كحجرة لها نافذتان، العقل والعاطفة، فالحياة ليست عقل صرف ولا وجدان صرف. صديقي الراسل، تستطيع أن تكون أنت أيضا، يتصورك الناس حكيم زمانك وفيلسوف زمانك، إذا استطعت أن تمد الجسور بينك وبين الناس. ولا أخفي عليك أنني أكون في قمة سعادتي حين تصل كلماتي هذه إلى عقل الرجل أو إلى قلب المرأة. أيها الأصدقاء، لقاء جديد وكلام جديد عن آدم وحواء. وإذا كان سكان الأرض 5 مليارات نسمة، حوالي 5 مليارات نسمة، فكل عالم قائم بذاته، وكل منهم من الممكن أن يحكي حكاية مختلفة، ولكن يجمعهم كلهم أنهم يحملون قلوبا، وكل من له قلب له حب، والحب ليس مكانه القلب، كما يقول محدثنا الليلة الأستاذ محمود سالم الكاتب والصحفي، والذي من الممكن أن نطلق عليه اسم كاتب الأسرة، فقد كتب للصغار كما كتب للنساء وأيضا للرجال. أستاذ محمود، حضرتك ليك رأي في الحب، بتقول أن الحب ليس مكانه القلب، طب مكانه فيه؟ هو الحقيقة ده مش رأي، إنما ده رأي العلم. الحب مكانه العقل أو المخ بالتعبير العلمي، ولكن القلب بيعبر عنه. يعني القلب بيوصل له رسالة، يخفق، يتوقف، يتزايد خفقانه، يضطرب، كل دي أوامر جاية من المخ. القلب يعبر عن الحب، ولكن ليس مكان الحب، الحب في العقل أو في المخ بالتحديد. أستاذ محمود، يعني هل إحنا بنختار فعلا اللي إحنا عايزينه، ولا بنتقبل الأمر الواقع، يعني أو بنختار اللي موجود من اللي موجود؟ الاختيار في حياة الإنسان عموما نسبي، ونسبيته مضطردة، بمعنى كلما زادت إمكانيات الإنسان كلما زادت فرصته في الاختيار. يعني اللي بينزل يشتري حاجة ومعاه 1000 جنيه غير اللي بينزل ومعاه 100. اللي معاه 1000 فرصته في الاختيار أكبر. الشاب لما بيجي يتجوز أو البنت بتيجي تتجوز مثلا، لو الشاب عنده شقة جاهزة ومهره جاهز، فرصته في الاختيار أكبر. لو ما عندوش هينقي أقل.
والموجود ياخد منه حسب ما يقدر حسب إمكانياته. فالاختيار إذن مسألة نسبية، والنسبية بتتزايد، نسبة بتتزايد مضطردة، كلما زادت إمكانيات الشخص كلما زادت فرصته في الاختيار. طب حضرتك هل تعتقد أن الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية ممكن تكون السبب في فشل الكثير من الزيجات؟ بالتأكيد، يعني ده حسب كل الدراسات، بالتأكيد الضغوط الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، ونقول الضغوط الاقتصادية الأول أحسن، في الظروف اللي الناس عايشة فيها يبقى الاقتصاد عنصر فاعل وأقوى من الظروف الاجتماعية. طبعا بيبقى عنصر ضاغط جدا في إقامة مشكلات الزواج إلى نهايته يعني. طب إذا كان في حب بين الطرفين هل ممكن تحل هذه المشاكل؟ تحل بس مش ما تحلش كاملة. الحب لازم برضو يكون له سياج يحميه. الحب محتاج لرعاية، الحب محتاج يصرف عليه برضو. الحب يعني شعور راقي جدا جدا، إنما محتاج لوردة حتى، محتاج لنزع على شط النيل، محتاج لغدوة في مطعم، محتاج لفسحة. ففي البيت الحب برضو لا يكفي، لا يغطي كل شيء. يعني مش معقول واحد يقول مثلا إنها بتحبني وكفاية، أو هي تقول هو بيحبني وكفاية. الحب لازم ينمو، ولازم يحط بسياج من الرعاية، والرعاية دي عايزة إمكانيات. فالحب زي ما أنا أعتقر وأتصور معركة يومية لازم نكسبها. مفيش حكاية الواحد يركن على إن الست حبته، أو هي تركن على إن هو حبها وكفاية كده. ما الحب لا، في حاجات ما أقدرش يغطيها، في حاجات هي اللي ضغط الحب. أستاذ محمود سالم، يعني أفاجأ من سيدات بعرفهم بعد سنين من العشرة برغبتهم أو برغبتهن في الانفصال بالطلاق. تفتكر حضرتك دي حالة فردية ولا ظاهرة ولا حالة نفسية بيطلق عليها مرحلة المراهقة الثانية؟ أنا بتصور أنه الست بعد فترة من الحياة الزوجية عادة بتكون إمكانياتها الثقافية والنفسية والاقتصادية زادت، وهي في سعيها للحصول على بعض حقوق الرجل أو بعض امتيازاته إذا صح التعبير، بتحاول تقوم بنفس الدور اللي كان الرجل بيقوم بيه زمان. يعني الرجل هو زمان اللي كان يبدأ فكرة الطلاق وعنده إمكانية إن هو يتجوز تاني. الست في زحفها أو في تقدمها لانتزاع بعض امتيازات الرجل، افتكر ان الفكرة انها تسيب وتبدأ حياة اخرى هي محاولة منها، انا اسف اقول، لتقليد الرجل. وهذه لا اعتبرها ظاهرة، لانها لو ظاهرة كتبقى منتشرة في حالات الطلاق الكثيرة اللي بنسمع عنها. انما اللي بنسمع عنه في حالات الطلاق عادة باسباب اقتصادية، اسباب اجتماعية، انما الاسباب النفسية دي بتبقى حالات قليلة، مش نادرة إنما قليلة، وخصوصا في أوساط معينة اللي هي أوساط السيدات اللواتي استطعن تحقيق قدر من الاستقلال الاقتصادي يسمح لهن بالتفكير في هذا. يعني هي المسألة فقط مسألة اقتصادية؟ ما يمكن هي مثلا نضجت أكتر، ثقفت روحها أكتر، مش لازم يعني ناحية اقتصادية يا أستاذ محمود. معك حق، هقول لحضرتك اتجوزت صغيره قوي ما كانتش صحيح. هو زي ما احنا يعني متصورين ان سن الجواز في مصر تقريبا يمكن يتراوح بين سن 25 الى 30 سنه. عاده بيبقى الشاب والفتاه في السن ده متقاربين ثقافيا وربما اقتصاديا في الغالب يعني. بعد شويه، فلنقل بعد 10 سنوات مثلا، واحد منهم نما اكتر من الثاني، نما نفسيا، نما اقتصاديا اكتر من التاني. الشطارة الحقيقة في الجواز ان الاتنين يمشوا جنب بعض، ولكن دي مسألة مش مضمونة. يعني بيحدث كثير قوي ان الست تتقدم في عملها اكتر ما تقدم الرجل، تزود ثقافتها سواء بالقراية او بالسفر او بالاستماع، بحس باكتر منه ثقافة. بعد شوية تحس انها سابته، غادرته، المسافة بينهم بعض بعدت. هنا تحس انها يعني مش قادرة ترجع. زي برضو الراجل ما بيحس في احيانا يعني عامل نفس الحكاية، إنما نفسيا واقتصاديا وثقافيا وبعد عنها، بعد عن الست، برضو مش قادر يرجع.
يعني أنا بتصور إن المرأة ككائن من حقه أن ينمو وإنه يزيد وإن يجي في اللحظة اللي يقول فيها إن الموجود ده ما يغطيش احتياجاتي ويقدر يقول أنا عايز أمشي يعني أبدأ حياة أخرى. ما هي الظاهرة برضو إنها أنا بتصور إنها زي ما قلت في البداية هي بتوجد في أوساط معينة في أوساط العاملات بالذات سيدات العاملات في أوساط اللواتي تحققنا تقدما اقتصاديا ونفسيا وثقافيا بعدوا بيه عن أزواجهم. نقدر نقول أستاذ محمود أن هناك معركة دائرة ولتكن مثلا معركة داخلية، هل حضرتك تفضل أن المعركة دي تفضل في الداخل ونستبدلها مثلا بالتجاهل بالتظاهر بالحب الذي كان بالعشرة، ولا بقى الموضوع يتفتح ويطلبوا الطلاق؟ وليه على طول كده دخلنا في الطلاق يعني؟ يقعدوا مع بعض يتكلموا، طبعا المصارحة مهمة جدا. ما انا قلت اهو. يقعدوا يعني. بالتظاهر بالتجاهل. لا ولا بالتظاهر ولا بالتجاهل. دي مسائل جدية جدا قد تحطم حياة احدهما نفسيا مثلا. فمن الافضل ان تبقى في مواجهة. انا افضل هذا تماما في جميع يعني مناحي الحياة، يجب الواحد يكون عنده الشجاعة انه يقول الحق. يعني من غير قطع كلامك يا استاذ نعم. محمود نعم. اشوف مثلا بعض الصديقات يبقى ما فيش حوار بين الزوج والزوج، يقوموا يعملوا ايه؟ يجيبوا اصدقاء ليهم. كل يوم يبقى عندهم اصدقاء، كل يوم عندهم اصدقاء، عشان مش عايزين يواجهوا بعض. لا، العلاقات الاجتماعية دي لا تغطي المسافة بين الرجل وزوجته ابدا. ولا تحل محل الحب ولا العشرة ولا القيم الزوجية الصحيحة. لا يمكن. ومن الافضل باستمرار انهم يقعدوا مع بعض ويشوفوا الحسبة، يشوفوا هل الطلاق يحل ولا يبقى مشكلته اكبر. يعني كاصدقاء بقى بيبصوا مش بس لنفسهم، بيبصوا للبيت، بيبصوا للولاد، بيبصوا للاسر، بيبصوا للجيران، بيبصوا للشغل، بيبصوا بيحسبوا يعني يطرحوا عناصر عمليه الجواز كلها على للمناقشه. يعني يحسبوا بقى المكسب والخساره. بالتاكيد مش بس الخساره والمكسب الاقتصاديين، انما الخساره والمكسب كل النفسيه والاجتماعيه وعلى الاولاد ده كله. انما بالتاكيد المصارحه احسن من الغش والتظاهر والتغطيه الاجتماعيه، ويبقى بيني وبين مراتي اصدقاء وبينها وبيني اصدقاء ونبص لبعض من بعيد. لا يعني لازم يكون عندنا شجاعه نقول الكلام الجد ونخلص. طب نقول ايه؟ والله انا اتصور يعني ان ممكن قوي ذات صباح او ذات مساء في احسن احوال النفسيه للست او للراجل. يعني الواحد ما يدبش خناقه ويعمل معركه وبعدين يقول كذا. لا، في احسن الاحوال اللي ممكن يفهموا بعض فيها ويتكلموا بجديه وباحترام، والاثنين يبقوا فعلا حاطين في ذهنهم ان عايزين يحلوا احسن حل ممكن، وقد يكون الحل الافضل انهم يستمروا يعني بعد ما يحسبوا الحسبه. فطبعا تكون في جو هادي جدا وبيكلموا كان المساله دي مستقله عنهم، كانها مشكله ناس تانيين بيحسبوها. والنتائج اللي وصلوا لها انا بتصور باستمرار انه المصارحه والجديه والحسبه المظبوطه ومراعاه الظروف لابد ان تؤدي الى نتائج ترضي الطرفين. يعني ما يبقاش حد جاير على التاني او هو اقوى منه يقول له لا انا اللي عايز كده او ده. لا يعني تناقش المساله ببساطه وبجديه وباحترام. انا اتصور انهم يوصلوا لنتيجه طيبه سواء كانت الطلاق او غير، قد يكون الطلاق افضل حل. وما كانش الاسلام شرع الطلاق الا لانه مدرك انه في احيانا ليس هناك حل اخر. طب متى يكون الطلاق حتمي يا استاذ محمود؟ انا بفتكر انه في حاجات جوهريه في الانسان اذا لم تتوفر يصبح الطلاق أفضل. يعني بتصور أنه الرجل وهو مهمته الأساسية احتضان البيت واحتضان الست، وأنه يتسع أفقه وجيبه للبيت، إذا جت الست حست أن هذا الرجل بخيل وبخله مستعصي على الحل، وعادة البخل مستعصي على الحل لأنه صفة بتبقى جوهرية في الإنسان. ما سمعتش عن حد كان بخيل وبعدين بقى كريم، ولا كان كريم بقى بخيل. يبدو أنها صفة جوهرية في الإنسان. وما بيبقاش البخل بس فلوس، ساعات المشاعر، بخل عاطفي، بخل ثقافي، بخل اجتماعي. يعني في البخل ده كلمة بشعة بتصور أنها سبب جوهري للطلاق، سواء في الرجل او الست. في الرجل بالتحديد اكتر باعتبار مسؤوليته الاقتصاديه عن البيت ومسؤوليته في احتواء هذا البيت وعطائه
فما كانش قادر يدي لا فلوس ولا عواطف ولا ولا ثقافة ولا ولا حتى يعني قيمة اجتماعية، يعني يبقى متهيألي الطلاق يعني أحسن. إحنا بنسمع في كل القصص العالمية والتاريخية كلها قصص حب مستحيلة، يعني هل الحب مستحيل ولا هو نغمة في عصر نشاز دلوقتي، ولا الإنسان بيسعى للمستحيل ولا إيه؟ هو يبدو أن كل حاجة مستحيلة الواحد بيحبها. يعني سعى الإنسان ناحية المستحيل بيتزود درجة الحب. يعني لو تصورنا أن قيس كان اتجوز ليلى يمكن ما كانوش عمره 3 سنين. الاستحالة زودت الحب. روميو وجولييت نفس القصة، علاقات اجتماعية، تنافر بين أسرتين كبار، فبقت محاولة الحصول عليها كبيرة لدرجة أنها ملت عقله، ملت نفسه، ملت كيانه، بقت عملية الاستيلاء أو الوصول أو الحصول عليها يمكن أكبر من الحب ذاته. وده اللي بيخلي الحب المستحيل أكبر من الحب الممكن. لأن كمان لاحظي حضرتك أن الحب الممكن بيستنفذ أغراضه، يعني خلاص أو حبها وجابها خلاص، ما بقاش فيه قصة. القصة بتتكتب عندما يكون الحب مستحيلا. فهي دي يعني بيخلي قصص الحب المستحيلة خالدة وموجودة، أنها ما تحلتش، أنها مستحيلة، أنها مستحيلة. كلمة مستحيل كلمة محببة للإنسان، الغمضة، المستحيل، البعيد، كل حاجة الواحد بيتطلع لها، النجوم البعيدة، كل حاجة بعيدة الواحد بيتطلع بيتشوق إن هو يشوفها. مجرد ما وصلها زي بعد ما وصلنا للقمر ما بقاش أمر. أستاذ محمود، هل حضرتك تعتقد لو مشكلة الإسكان اتحلت في مصر كثير من الزيجات هتحطم، أو البيوت يعني حتى كل واحد هيروح في حاله؟ يعني بنسمع يقول لك أنا بس ما عنديش مأوى، طب يا ريت عندي المأوى. ما افتكرش. يعني طبعا أولا مشكلة الإسكان يعني خليها تتحل الأول بعدين نشوف، إنما أنا تصوري إن البيوت المصرية، وربما أكون يعني نظرتي للست المصرية فيها قدر كبير جدا من الاحترام والثقة، والرجل المصري أيضا، وأنا سافرت كتير وشفت كتير، أفتكر إنه البيت المصري بيبقى فيه قواعد أقوى من مجرد إنه شقة وبيته بتاع. يعني لو في كلام جد عشان يسيبوا بعض يمكن يروح عند أبوه وأمه، أو يروح عند أخوه، يمكن تروح عند أختها. إنما هي بالتأكيد يعني إيه، هتكشف شوية حالات، تكشف شوية حالات، إنما مش بنسبة كبيرة بتصوري، مش بالنسبة كبيرة. طب أستاذ محمود، يعني في حاجة مهمة جدا يمكن إحنا مرينا عليها مر الكرام كده. يعني إزاي نجتاز الهوة؟ هل بالعشرة؟ يعني العشرة دي كلمة مهمة قوي. الهوة الرجل والمرأة. أيوة. اللي ما فيهاش حب، اللي ما فيهاش حب، اللي ما فيهاش حب. يعني دي عايزين نركز عليها. هل نقول العشرة؟ والعشرة دي شيء مهم يعني. العشرة دي كلمة اختراع مصري، بس اختراع هايل على فكرة. يعني الواحد مش عارف هي جاية من العشيرة، العشرة يعني المجموعة يعني. إنما على كل حال معناها جميل، يعني لأن فيها حب وفيها رحمة وفيها تعاطف وفيها حنان وفيها مودة وفيها رضا وفيها احتمال. يعني كلمة كبيرة كده، يعني حاجة هايلة الحقيقة. أنا أعتقد إن العشرة ممكن تغطي الحب إذا كان أصلا كان في حب، يعني مش من أولها. يعني الواحد ما تصورش إنه يروح متجوز ويبتدي عشرة، لا، يبتدي حب. الحب الذي كان، الحب الذي كان. ممكن العشرة تغطي إذا كان في عناصر أخرى مساعدة، كوجود الأولاد، كوجود بيت مريح، كوجود جيران كويسين. يعني في حاجات كتير كده، دواير حوالين الواحد ممكن تغطي فقدان الحب أو ضعفه أو شحوبه. يعني أنت مش عارف، مش متصور إن الحب يستمر على طول. يعني الحب ده مش قطر، الحب ده عاطفة ممكن تزيد وممكن تنقص وممكن تقل وممكن تشحن وممكن تموت. ممكن تموت بالظبط زي كل حاجة في الدنيا. يعني ليه الناس بتصور الإنسان بيتغيرش؟ يتغير، يتغير. إنما العشرة أنا كلمة بحترمها جدا، وهي اختراع مصري، واختراع مصري هايل وقابل للتصدير. طب ممكن نحول عدم الحب ده إلى إبداع؟ يعني مثلا الاتنين يبدعوا في شيء واحد. يعني مثلا ما نسمع عن عيلة كيري. يعني الاثنين ابدعوا في الحاجات العلميه بتاعتهم. حولوا المعمل مثلا الى مخدع. زي ما بنقرا يعني. حاول حضرتك على حاجه الحب، يعني انا بحاول الاقي حلول يعني. هندور سوا. انا بتصور الحب ما بيرتبط بقضيه على فكره بيعيش اكتر. الحب لما بيرتبط بموضوع خارج الاثنين بيعيش اكتر. ولعلك تلاحظي كثير جدا من القصص والروايات والحكايات والواقع عن زي ما حضرتك قلت مدام كيوري وجوزها، الاثنين حولوا المعمل وحاربوا وابدعوا حياه رائعه.
وكان موضوعهم هو اكتشاف الريديوم. انا بتصور ان في حاله عاديه نفس القصه، يعني لو في اتنين بيحبوا بعض ولا حب بسيط، نعم عندهم امل مثلا انهم يبنوا بيت، تبص تلاقيهم يسيبوا، يمكن ينسوا انهم بيحبوا بعض، ينسوا كل حاجه، انما في مشروع هيعملوه. او مثلا مبدعين، افرض انهم مثلا بيرسموا هيعملوا مثلا اتيليه، هيعملوا مشروع. دايما لما يرتبط الحب بقضيه بيبقى حب دائم. بالعكس، جميع قصص الحب التي دامت كانت مرتبطه بقضيه، وهذا مهم جدا. استاذ محمود، يعني علماء النفس بيقولوا ان في شخصيات ما تركبش مع بعض، ممكن تكون الشخصيه دي كويسه والشخصيه دي كويسه، لكن الشخصيتين مع بعض تفشل الحياه، وبالتالي فبيبقى الوقت الاختيار بالكمبيوتر. فراي حضرتك ايه في الكلام ده؟ انا موافق على الجزء النصف الاولاني من الكلام ده. فعلا في شخصيات كويسه كل منهم مستقلا عن الاخر، مفيش بعد كده، انما ما يركبوش مع بعض. لانه الحقيقه ان علاقه الرجل والمراه هي علاقه تكامل، مش علاقه استقلال. يعني مش ممكن يبقى شخصيه مستقله كويسه وشخصيه مستقله كويسه وعيشوا مع بعض يصطدموا ببعض. انما لو بيكملوا بعض تبقى حاله زوجيه، والحب هو كده. انا بشوف في الاخر اللي كان نفسي بيكون فيا في تكامل. ده يعني اكتر حاجه اتصورها في قصص الحب، ان الواحد بيشوف في الاخر اللي كان نفسه يشوفه في نفسه. وهذا بيكمل الشخصيتين ويندمجوا مع بعض، يبقوا وحده، وهي دي حلاوه الحب. هذا التوحد ما يجيش الا ان كل منهم زي عمليه تعشيق كده، ده ناقص حاجه وده ناقص حاجه يقوم يعملوا حاجه. انما لو كل منهم صلب واقف لوحده، ما افتكرش يبقى في قصه حب، ولا ينفع الجواز طبعا. اما في الكمبيوتر، فالتكنولوجيا هي الحقيقه، يعني التكنولوجيا داخله في حياتنا، داخله في حياتنا وخلاص نعتبرها جد. الكمبيوتر انا في رايي مهما كان ما يقدرش يدي المواصفات الدقيقة للشخصية، لأنه حتى كلمة الشخصية لا يمكن حسابها. يعني لو قلنا ست فائقة الجمال ومش عارف إيه وظريفة ومش عارف، إنما جايز ده كله ما يطلعش شخصية كويسة. الشخصية كلمة غامضة لغاية دلوقتي في علم النفس وفي العلوم كلها. فالكمبيوتر ممكن يديني أبعاد، ممكن يديني حسابات، ممكن يديني طول وعرض وارتفاع وطبقة صوت ومشية، وحتى بيعمل له الوقت فيديو تيب، يعني يبعت لي 3-4 فيديو تيب أنقي أشوفه. بس ده في الآخر ما يدينيش الشخصية. الشخصية دي روح، في جاذبية، في مجال. انت عارفة أنا بتصور الإنسان حواليه مجال، وده صحيح، يعني هم قاسوها، الإنسان حواليه مجال. فأنا بتصور المجال ده بقى ما يجيبوش الكمبيوتر، ده بيجيبوا احساسي انا. الرادارات بتاعت الست والرادارات بتاع الراجل، الواحد يحس من بعيد ان الست دي يا سلام فيها حاجه، وهي تحس انه في حاجه. ديت بقى لا يجيبها كمبيوتر ولا كاميرا ولا فيديو. استاذ محمود، في اسباب كثيره جدا طبعا لانجاح الزواج، مش هنقدر نقولها كلها في هذه الحلقه. من وجهه نظرك اهم الاسباب دي ايه؟ افتكر ان اهم عناصر نجاح الزواج بتوقف على شخصيه الرجل الى حد بعيد، أن يكون قادر على احتواء المرأة التي اختارها لتصبح شريكة حياته، والاحتواء كلمة مرنة ومتسعة، يعني يحتوي اقتصاديا ممكن، نفسيا ممكن، ثقافيا ممكن، عاطفيا ممكن، حنانا ممكن، ظرفا ممكن. عملية احتواء يعني هو كبير كده وهي زي النوايا وهو بيلف حواليها، ده عنصر مهم. جميل. ثانيا أن يسمح لهذه الشخصية أن تنمو في نفس الوقت، تنمو بجواره، يسمح لها أن تنمو نفسيا وثقافيا واجتماعيا، ويدي لها خصوصيتها، من حقها تبقى شخصية مستقلة جواه، هي جواه، وفي نفس الوقت شخصية مستقلة. أنا ما بحبش خالص الرجل الذي يريد أن يحتوي زوجته بمعنى أن يستولي عليها. هناك فارق دقيق ولكنه هام. الاحتواء بمعنى الرحابة والمحبة، وهي بتجري في ملعبه، انما مش ماسكها بجباره، انما في نفس الوقت هو محتويها، وهي حاسه ان الراجل ده كبير وقادر، وحاسه انها بتجري في رعايته وفي محبته وفي حنانه، وفي نفس الوقت لها خصوصياتها ولها شخصيتها المستقله ولها مسافه بينها من حقها تحتفظ بيها بينها وبينه الى اخره. ايه المسافه دي؟ المسافه انا بفتكر ان كل العلاقات الاجتماعيه مسافات، والعلاقات العاطفيه مسافات. في مسافه قد كده وفي مسافه 30 كيلو، والواحد ممكن يبقى قاعد جنب واحد وبينه 100 كيلو، وبينه وبينه 100 كيلو ويحس انه قاعد جنبه. صح. دي المسافات. المسافات قضيه مهمه جدا، احساسك ناحيه الاخر.
بقى متوقف على المسافة اللي بينك وبينه، اللي انت حساها عايزاه يقرب منك قد ايه ويبعد عنك قد ايه. في الجواز بتتلاشى المسافات لانهم خلاص بيندمجوا ببعض. وحتى لو تركت مسافة تبقى صغيرة، مسافة الحرية الشخصية، انه يبقى له تليفون، لا هي بتتكلم في التليفون تتكلم زي ما هي عايزة، بتكلم جاره ما يقفش يسمع، جالها جواب ما يفتحوش. انا بحترم ده قوي، انا بعمل كده وافتكر ان ده كلام جد. كل واحد يعني انا ما دمت واثق فيها وهي واثقه فيا، اي حسابات اخرى لا توضع ابدا، والا الجواز بتهدم حاجات رفيعه زي دي. على فكره انت بتسمع التليفون، انت بتسمع التليفون، انت شفت، انت عطيت، بص لها القصه شعللت وهي مش مستاهله. على فكره التفاهات ساعات بتبقى اخطر من الحاجات الكبيره، تتحول الى اشياء كبيره. طبعا يعني احنا الواحد لازم يحترم خصوصيه الاخر، حتى ابنه لازم يحترم خصوصيته. ابنه اللي قد كده هو حر، حته الحريه مهمه جدا، ولكن مش حريه انفلات، انما الحريه داخل المجال اللي احنا عايشين فيه، داخل الرحابه، داخل الاحتواء، انما في نفس الوقت في استقلال وفي حريه وفي مسافه. ما هي الحريه مسؤوليه استاذ محمود. طبعا الحريه مسؤوليه، ومن غير مسؤوليه تبقى فوضى على طول. في الفلسفه قالوها كده، وفي العلاقات الاجتماعيه هي كده. وهكذا دورة الحياة تذبح غيرك ليأتي غيرك ليذبحك حتى يذبحه قلب ثالث، وهكذا دورة لا تنتهي من المذابح والمجازر للمشاعر والقلوب.